سي. من واشنطن ينضم إلينا الأستاذ دان جرين، خبير الشؤون اليمنية في معهد واشنطن. أهلا وسهلا بك. ومن صنعاء سيد فارع المسلمي، الكاتب والناشط السياسي اليمني، ومنه سأبدأ في الواقع. أستاذ فارع، أهلا وسهلا بك. كانت لك شهادة أمام لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي بصفة شخصية بعد أن قصفت إحدى هذه الطائرات بدون طيار قريتك. هل تغير المشهد اليوم مع الإعلان من يعني في الآونة الأخيرة عن استهداف قادة لتنظيم القاعدة بل والوصول إليهم في اليمن؟ نعم، بالتأكيد تغير المشهد، تغير إلى الأسوأ. خلال الثلاثة الأيام الماضية في العيد، في عيد رمضان المبارك، والذي يعد أهم عطلة يومية لليمنيين، أهم عطلة سنوية لليمنيين، تكثرت ضربات الطائرات بشكل مخيف وبشكل لم يسبق له مثيل. تقريبا 3 هجمات لغارات أمريكية خلال أقل من 24 ساعة. يتزامن ذلك مع تحليق طيران ليس من النوع آخر، B-13، على أجواء العاصمة صنعاء خلال أيام عيد الفطر المبارك وخلال الأيام الأخيرة من رمضان، وهو أمر يتزامن مع تسوق اليمنيين لشراء حاجة العيد، وكان أمر شديد الحساسية، بمعنى أنه استفز كثيرا الشارع اليمني، الضربة بأشد حساسية شهر رمضان المبارك بالعاصمة صنعاء، ضرب بكل ذلك عبر الحائط وحلقت طائرات من نوع آخر. لذلك أنا أعتقد أنه تغير للأسف الشديد إلى الأسوأ. إلى الأسوأ. سيد دان جرين، حتى وإذا تمكنتم من استهداف قادة للقاعدة في اليمن وتعتبرونهم في غاية الخطورة في واشنطن، برأيك الكلفة الإنسانية البشرية من المدنيين لهذه الغارات للطائرات الأمريكية بدون طيار، هل يعني تبرر هذه الهجمات بهذا الشكل منذ أكثر من عامين؟ استضافتي في البرنامج، أعتقد أن المشكلة معقدة للغاية بكل تأكيد. لا أحد يريد موت المدنيين دون هدف، ولكن في نفس الوقت الولايات المتحدة قلقة إزاء الوضع الأمني، فالطائرات بدون طيار ليست سوى أسلوب مؤقت لتوجيه الضربات إلى القاعدة، ولكن يجب علينا أن نتخذ موقفا أمريكيا أوسع بالتعاون مع الحكومة اليمنية ليساعد الحكومة على إلحاق الهزيمة بالحركة الإسلامية، وهذا هو الحل على المدى البعيد. السؤال هو، هل تلحق بالفعل الهزيمة بهذا التنظيم؟ لأنه لا يبدو، ولا أن التنظيم اختفى، ولا أن التعاطف معه من قبل المنتمين إليه أو المنضمين الجدد اختفى. إذن يعني بالنظر برؤية عسكرية على الأرض، هذه العملية هل نجحت؟ أعتقد أن أحدا يقول أن الطائرات بدون طيار هي الحل الوحيد لأزمة القاعدة، وإنما مجرد أسلوب واحد من أساليب عديدة. ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة الأمريكية وحكومات أخرى للتصدي لتحديات القاعدة، والطائرات بدون طيارة ليست سوى أسلوب واحد في مقاربة واسعة للتصدي لهذه المشكلة، لكن هناك حاجة إلى طرق اقتصادية وسياسية أخرى للتصدي لهذه الأزمة. سيد فارع المسلمي، هل هذا كلام مقنع من وجهة نظركم، بالنظر إلى أن القاعدة من قبل المدنيين اليمنيين لا تحظى بشعبية كبيرة أيضا، هم غير مرغوب فيهم وغير محبوبون لهذه الدرجة إلا من المتعاطفين معهم أو المنتمون إليهم؟ يعني هذا موضوع جدا مهم. أولا، أضرار الطائرات ليست على المدنيين، ليست جانبية، وإنما جانبية على القاعدة حتى الآن. ثانيا، المشكلة ليست فقط أنها تقتل مدنيين، وإنما هي أيضا تعزز من وجهة نظر تنظيم القاعدة من أن اليمنيين يواجهوا عدوا اسمه الولايات المتحدة، وحينما يرون هذا العدو يحلق على سمائهم، هنا تكسب القاعدة. بمعنى، كلما زاد الاصطفاف الشعبي اليمني ضد تنظيم القاعدة ضربته الطائرات الأمريكية. يبدو الوضع خلال الأربع الأيام التي مرت وكأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة العلاقات العامة في تنظيم القاعدة، لأنها كلما خسرت صورتها كلما عززتها بطائرات من دون طيار. بشكل أوسع من هذا كله، هي تضرب بشرعية الحكومة السياسية، تضرب بشرعية الرئيس هاري، تضرب بشرعية الحكومة الانتقالية عبر الحائط حينما لا تراعي الحساسية اليمنية. هؤلاء مثلا ما يجري في صنعاء، النظام الحالي
يعني مهزوزة شرعيته كرئيس منتخب من قبل كمرشح وحيد. الطائرات تضيف إلى هزة هذه الشرعية وتجعله يبدو أنه متحكم به من قبل أمريكا وتضره أمام قوى تقليدية لا تريد للوضع أن يتحسن إلى الأفضل. بمعنى آخر وأكثر شمولية، عندما قصفت اليمن 3 مرات والرئيس في واشنطن، كانت ذلك أكثر أو أكبر رسالة سيئة وجهتها لواشنطن إلى اليمن، وبينما الرئيس متوجه فيها في أمريكا. قال اليمنيين سأذهب. سيد دان جرين، من النظر على الأرض ومن يعني ممن سمعنا ومما استمعنا من الأستاذ فارع المسلمي، يبدو أن هناك أمرين مهمين. واحد، العمليات طائرات بدون طيار غير ذات جدوى في القضاء تماما على هذا النوع من الفكر، واثنين، أنها تعزز العداء للولايات المتحدة حتى وإذا لم يكن تنظيم القاعدة في اليمن على هذا القدر من الشعبية. الولايات المتحدة أيضا ليست على هذا القدر من الشعبية في المناطق التي تقصفها الطائرات بدون طيار وفي اليمن بشكل عام في الآونة الأخيرة على الأقل من الجانب الشعبي. هل هذا يعني أن هناك خطة بديلة أو أن واشنطن تعجبها هذه الطريقة لا تزال ستبقى عليها حتى وإذا أثبتت فشلها؟ أعتقد أن هناك إدراك عام أن الطائرات بدون طيار لن تحقق النجاح الكامل ضد تنظيم القاعدة، ولكن على الحكومة الأمريكية أن تتعاون ليس فقط مع الحكومة اليمنية بل مع المجتمع الدولي الذي يتعرض أيضا لهجمات من القاعدة، وهذه الضربات تساعد القاعدة على توسيع أنشطتها في بعض المناطق، خاصة المناطق التي لا يوجد فيها حكم رشيد. وأكرر أن ضربات الطائرات بدون طيار أسلوب مؤقت لكنها لا تمثل الحل الشامل، وعلى الحكومة اليمنية أن تتوسع في هذه المناطق وتستفيد من المساعدة الأمريكية. لازلنا نتحدث عن الحكومة اليمنية دون المواطنين المدنيين اليمنيين وموقفهم من هذه القضية. الولايات المتحدة تفرخ المزيد من التعاطف مع تنظيم القاعدة، أو على الأقل تفرخ المزيد من العداء لها. هل هذا مفيد فكريا على المدى الطويل في حلم الولايات المتحدة القضاء على تنظيم القاعدة سيد جرين؟ كلا، على الإطلاق. أعتقد أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تريد قتل المدنيين، وإذا نظرنا إلى مجموع الهجمات في اليمن مع مرور الأيام انخفضت أعداد المدنيين الذين سقطوا لسوء الحظ بسبب هذه الهجمات، والحكومة الأمريكية تتفهم آثار هذا القتل. وأنا لست من مؤيدي الطائرات بدون طيار، بل أنا من منتقدي هذا البرنامج، ولكن يجب أن تكون هناك سبل أخرى بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار لتوفر الحل المطلوب وتتصدى إلى القاعدة. يجب علينا فيما بعد ألا نعتمد على الطائرات بدون طيار. سيد فارع المسلمي، هل يأست واشنطن أو الحكومة اليمنية من أن يساعدها الأهالي في هذه المناطق على كشف قيادات القاعدة، وبالتالي لم يبقى لهم إلا إما خوض حرب شوارع، وهذا طبعا غير وارد من قبل القوات الأمريكية لأنها ليست على الأرض بالشكل المطلوب، أو القيام تنفيذ هذه العمليات، وإذا كانت تطال المدنيين فهي أيضا تقضي على بعض من القيادات المعروفة على الأقل أو الفاعلة على الأرض في تنظيم هو من أقوى تنظيمات أو أجنحة القاعدة ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم، تنظيم القاعدة في اليمن. يعني المشكلة أنا أعتقد أنه لم ألتقي أبدا على الآن مثلا بأي يمني يقول أنا أشجع تنظيم القاعدة أو أنا سأخبي تنظيم القاعدة. المشكلة أن اليمنيين لا يعرفون حتى من هؤلاء المتواجدين على قائمة القتل الأمريكية ليساعدوا في القبض عليهم، أو حتى ليبلغوا عنهم أو ليطردوهم من أماكنهم لكي يظلوا بعيدين عنهم كضحايا مدنيين. ما يجري أصلا
هناك قائمة قتل لا أحد يعرف من هي، لا أحد يعرف من داخله، قد تكون بس هذا وارد أستاذ فارس استخباراتيا، يعني القاعدة تنظيم خطير وتسريب المعلومات ليس بالأمر الوارد حتى في حال العصابات الإجرامية الجنائية، فما بالك بتنظيم كتنظيم القاعدة له 100,000 فرع و100,000 متعاطف، ويعني المسألة معقدة أكثر مما يبدو عليه الأمر. ما يعني ما أقصده هو أنه لم تعلن حتى الآن الحكومة الأمريكية من هؤلاء المطلوبين، لا أحد يعرف منهم. يعني إلى الآن القتل يتم بطريقة عشوائية، مما أتاح مثلا لمدنيين أن يكونوا برفقة ناس من تنظيم القاعدة وهم لا يعرفون بالأصل أن هؤلاء تنظيم القاعدة، كمزارع مثلا في حضرموت صانع عسل كان يركب مع سيارة لا يعرف من بداخلها قتل وهم تنظيم القاعدة. غير دقيق الحديث عن أن درجة أن عدد المدنيين تدنى من الضحايا، أنا أعتقد ما تدنى هو حالة الإبلاغ أو نقل الإعلام الدولي لأعداد المدنيين، تنقل دائما وقد شاهدنا هذا مثلا. لماذا تقلصت حالات الإبلاغ أستاذ فارع من وجهة نظرك؟ دعني أكمل، ما يعني مثلا في حادثة مثل المعجلة، في حادثة مثل وصاب مثل عدنان القاضي أو مثل حادثة أخرى، يقول الإعلام الدولي أن هناك مثلا مشتبه بهم إلى تنظيم القاعدة، لا أحد يستطيع أن يذهب إلى هذه الأماكن ليعرف هل كانوا هؤلاء ضحايا أم مدنيين، لا أحد يعرف. بمعنى للأسف الشديد تحولت سياسة الطائرات من دون طيار إلى عملية يعني أشبه حينما يكون هناك مراهق يعاني من مشاكل في حياته وفشل في حياته يهرب من مشاكله إلى الكحول أو المخدرات. بنفس الفكرة تهرب الحكومة الأمريكية إلى الطائرات من دون طيار، كلما فشلت في مكافحة الإرهاب بسبب السياسات الحالية هربت إلى الطائرات الأمريكية التي تقتل المدنيين. معلش اسمح لي أن أعود إلى سؤالي مرة أخرى لأنه مهم بالنسبة لهذا الحوار، لماذا تقلصت حالات الإبلاغ من جانب الأهالي عن سقوط مدنيين في هذه الغارات؟ يعني مرة أخرى ما جرى ليس حالة تدني حالات الإبلاغ، وإنما لأن هناك في تضرب الطائرات الأمريكية في مناطق يمنية نائية، لذلك الإعلام الدولي ينقل الضحايا على أنهم عسكريين وفي غالب الأحيان هم مدنيين، وهذا للأسف الشديد لا يتم تصحيحه لأن معلومات الإعلام الدولي في اليمن ببساطة شديدة غير دقيقة ولا تتعدى العاصمة صنعاء وتعتمد على روايات رسمية تحاول التغطية عن الأحداث في أغلب الأوقات. سيد دان جرين، ذكرت أنه ينبغي اللجوء إلى طرق أخرى لضبط مسألة تنظيم القاعدة وانتشار فكره، دعنا يعني نلغي الطائرات بدون طيار أو نعتبر أنها غير موجودة، ماذا أيضا؟ ماذا في جعبة واشنطن في هذا الصدد؟ إن الطائرات بدون طيار ليست الفعل الوحيد للولايات المتحدة في اليمن، فكما تعلمون الولايات المتحدة رفعت مساعداتها الإنسانية لليمن كما ساعدت صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لتقديم مزيد من الأموال لمساعدة التنمية الاقتصادية في اليمن، كما أن الولايات المتحدة تساعد القوات اليمنية على رفع مستواها ولمساعدة القوات اليمنية بالتصدي لخطر القاعدة. ومع أن الطائرات بدون طيار أسلوب مهم، لكن الولايات المتحدة لها أنشطة أخرى وعليها القيام بمزيد من الأنشطة لحماية اليمنيين، ويجب لذلك أن يكون هناك شراكة أوسع مع الحكومة اليمنية في أداء الأفعال اللازمة في المناطق النائية. سيد دان جرين خبير الشؤون اليمنية في معهد واشنطن، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا، وكذلك من صنعاء فارع المسلمي الكاتب والناشط السياسي اليمني. أستاذ فارع شكرا جزيلا لك.